معي على الهاتف استاذ عمرو ادهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ عمرو، هل طلبت اداره الزمالك بالفعل سعه الاستاد في مباريات الزمالك النهائيه؟ مساء الخير على حضرتك يا استاذ لميس، ومساء الخير وتحياتي للمشاهدين. طبعا احنا لسه ان شاء الله، احنا يعني البعثه رجعت امبارح من غانا، بعد الحمد لله ربنا ما وفقنا ووصلنا النهائي الكونفدراليه، واعتقد ان احنا خلال بكره او بعده هنخاطب الجهات الرسميه ان احنا نطلب الساعه الكامله لاستاد القاهره في ماتش النهائي ان شاء الله. يعني ده اعتقد ده امر مهم جدا، لانه الجمهور لاعب رئيسي، اصبح لاعب رئيسي، وفي المباريات الاخيره اثبت الجمهور اولا التزامه، وتاني حاجه انه فعلا لاعب رئيسي يشجع الفريق. ده حقيقي يا فندم، دايما كنا دايما بنقول حتى لماتشات الاهلي والزمالك ومنتخب مصر، دايما كنا بنقول ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد. فان شاء الله باذن الله نامل ان يعني الجهات تستجيب لطلبات نادي الزمالك ان شاء الله، ونحصل على الموافقات ان يكون الاستاد بكامل ساعته ان شاء الله في ماتش النهائي باذن الله. طب بما انك معانا بقى، لازم تكلمنا على قرار الفيفا بوقف بايقاف القيد في الزمالك لمده 3 فترات. اولا يعني ايه 3 فترات، وهتعملوا ايه؟ والله هو حضرتك دايما قرارات الفيفا بتبقى صادره، يعني اي قرار بيتعلق بغرامه ماليه بيصدر القرار معاه عقوبه ايقاف القيد، والعقوبه ايقاف القيد بترفع تلقائيا في حاله اذا ما النادي او يعني سدد للاعب، او ان النادي وصل لاتفاق تسويه. الاتفاق التسويه ده بيتم تبليغه للاتحاد الدولي، وبالتالي يتم رفع الايقاف. فاحنا عندنا مسارين، مسار ان احنا نسدد الغرامه، او مسار تاني ان احنا نوصل لاتفاق مع اللاعب اتفاق تسويه نبلغ بيه الاتحاد الدولي ان شاء الله. الغرامه كام، وهل فعلا انتوا بتتكلموا مع خالد بوطيب؟ احنا ابتدينا نتكلم مع خالد بوطيب على فكره قبل حتى ما الحكم يجي لنا، لان احنا كنا يعني متحسبين لهذا الحكم، والاتصالات بتتم عن طريق المحامي النادي مع محامي اللاعب، وفي انتظار لسه ان شاء الله باذن الله في انتظار لسه ان شاء الله باذن الله يجي لنا بس رد اللاعب ان شاء الله. بتتكلموا معاه في ايه؟ في التقسيط ولا بتتكلموا معاه في ايه؟ هو دايما بنتكلم في موضوع الجدول، ان احنا بندفع جزء من الغرامه، بعدين نقدر نقسط الجزء الباقي تقسيط معينه، وده بيكون من خلال اتفاق تسويه زي ما قلت لحضرتك. بعد ما نوصل للاتفاق ده بنبلغه للفيفا فيتم رفع الايقاف تلقائيا. يعني هم ايه 2 مليون و400 الف يورو، هو الحكم بمليون و900 الف، بس طبعا بالفوائد يوصل 2 مليون و400 الف. طيب هل هو السؤال الثاني، هل الزمالك محتاج قيد في الفترات القادمه؟ لان انتوا ايدتوا 10 مرات دفعه واحده في اول ما ترفع ما قدرتوا ترفعوا القيد بعد ما حليتوا قضيه شيكابالا. هل محتاج الزمالك صفقات، ولا ممكن تستحملوا وقف القيد شويه؟ احنا شغالين يا فندم ان القيد يترفع ان شاء الله باذن الله، سواء كنا محتاجين صفقات او مش محتاجين صفقات، لا يليق ان يكون نادي الزمالك عنده ايقاف قيد. فده اللي المجلس كله بيشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. عندنا وقت الكافي وعندنا الصبر والقدره على التواصل ان احنا نوصل لاتفاق ان شاء الله مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم الجديد ان شاء الله. متوقع امتى توصلوا لحل؟ بتقولي قبل فتح باب القيد اللي هو ايه، بتاع يناير ولا ايه؟ اغسطس؟ لا احنا مش عارفين بقى الدوري هيخلص امتى اساسا، فلما نعرف الدوري هيخلص امتى ولا حضرتك. لا لا لا، دي من الاسئله الصعبه يا استاذ عمرو، دي دايما يعني احنا الدوري المصري ده حدث ولا حرج، ده من الاسئله الصعبه اللي ما بنعرف، ممكن نعرف بيبتدي امتى بس ما بنعرفش ابدا بيخلص امتى. هيخلص امتى؟ مظبوط كده حضرتك، مظبوط. طيب في قضيه باتشيكو ايضا مدرب الزمالك الاسبق. قضيه باتشيكو النهارده جالنا، يعني كان في ميعاد النهارده الجلسه، والنهارده جالنا اختار من المحكمه الرياضيه ان تم مد اجل الحكم لغايه يوم 31 يوليو ان شاء الله باذن الله. له مستحقات قد ايه يا استاذ عمرو؟ ليه مستحقات 450 الف يورو. يعني انت بتتكلم في 3 مليون كده اجمالي، 3 مليون. تمام. ربنا معاك، وهتجيبوها منين؟ لا ان شاء الله ربنا. دايما انا اسال استاذ كابتن حسين لبيب، هتجيبه منين الفلوس؟ ربنا دايما بما اننا بنجتهد، يعني ربنا بيساعدنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله هتكلموا باتشيكو برضو ولا في الجدوله، ولا هتعملوا ايه؟ احنا في كل الاحوال يعني عندنا بنحاول ان احنا نتواصل،
نوصل لحلول وديه. اي حد حضرتك بتعرضي عليه الحال الودي بيبقى محدش بيرفض يعني. بس هو الفتره يعني السابقه كان دايما ما فيش تواصل، فبالتالي الناس بتاخد اجراء دايما ضد النادي، في حين ان احنا لو كان النادي كان عنده فرصه للتواصل بيبقى افضل كتير. سددتوا كام من ساعه ما جيتوا كمجلس اداره؟ سددنا كام فيما يخص القضايا يعني حضرتك؟ فيما يخص القضايا والمتاخرات والله اعتقد يمكن احنا بنتكلم النهارده في ارقام، بنتكلم فيما يخص القضايا احنا بنتكلم في حوالي قربنا على 3 مليون دولار. فيما يخص بقى النادي اعتقد احنا برضو اعتقد كسرنا ال 500 مليون جنيه من ساعه لما جينا يعني، اعتقد كده يعني. يعني 3 مليون دولار فيما يخص بالقضايا اللي كانت معلقة، و500 مليون جنيه ده بما يخص ايه؟ ده بيخص بقى مصاريف النادي حضرتك، المستحقات اللاعبين، مستحقات النادي متأخرة، مصاريف النادي، وعندنا ديون برضو لجهات سيادية، يعني عندنا حاجات كتير بقى النادي موجود ولسه متبقي عليكم ديون؟ طبعا طبعا. قد ايه تقريبا؟ ما برضو ما عنديش رقم محدد هقدر ارد عشان ارد حضرتك رقم مظبوط، بس عندنا برضو حضرتك احنا عندنا لسه برضو جزء من مستحقات اللعيبه سواء كان في الكوره او في العاب الصالات، وعندنا حضرتك اللي برضو عندنا جزء تاني لجهات سياديه زي ما قلت لحضرتك سواء كان ضرائب قيمه مضافه عندنا ما يعني اجمالي كده. اديني رقم اجمالي فاضل تقريبا. اعتقد مش هيقل برضو عن 500 مليون جنيه يعني. اعتقد كم معلش؟ 500 مليون. 500 مليون جنيه. بس طبعا ده على مدار فتره طبعا، مش كلهم مستحق في نفس الوقت يعني. لا ان شاء الله مجلس اداره الزمالك الكفء الحقيقه يقدر ان هو يعني يسدد كل هذه الاموال ويقدر يرفع القيد اللي الفيفا قالت انه مقفول 3 فترات.